السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ النهارده اخر فيديو معانا في الملعب ان شاء الله. الحمد لله لو انت وصلت الفيديو ده فانت كده ان شاء الله، يعني الفيديوهات كفايه جدا فعلا انك تجيب 50، مش محتاج اكتر من كده. الحاجات اللي احنا هنحلها مع بعض دي ان شاء الله تبقى زيادات، فما تقلقش من اي حاجه. عندنا النهارده الفيديو بيتكلم عن حاجه اسمها الاوب امب. هو فيديو صغير والاوب امب سهل، وهنبقى نحل عليه مساله كده كبيره ومتقدمه شويه مع الامتحان بتاع الفاينل ان شاء الله، واحنا بنحله اللي هو الام سي كيو. الاوب ام بشكله يا شباب بيبقى في الدايره، بيبقى عامل كده حاجه بالشكل ده، مثلث كده. في هنا الفي اوتبوت بتاعي، وبقى في عندي هنا مين الفي انبوت بتاعي، تمام؟ طيب يعني هو حاجه بالشكل ده وهنفهمه دلوقتي. طيب بيبقى في حاجه عندي اسمها الجولدن رولز، او الحاجات اللي انا بحل بيها، او معلومات عن الاوب امب. اول حاجه لازم تكون ان الزد، عارف ان الزد انبوت بتاعته تقريبا ما لا نهايه، يعني الدخل بتاع الزد انبوت بتاعه تقريبا ما لا ايه، ما لا نهايه، والزد اوتبوت بتاعته صغيره جدا كانت تكون صفر. ولازم اكون طبعا عارف الكلام ده عشان لو جه سالني في الامتحان. طيب هو بقى له طرفين، طرف سالب وطرف موجب. بما ان الزد انبوت بتاعته ما لا نهايه، قال لك يبقى التيار اللي في الطرف السالب ده بيساوي التيار اللي في الطرف الموجب ده هيساوي صفر. يبقى الاي سالب هيساوي الاي موجب هيساوي صفر، عشان الزد انبوت بتاعته تقريبا بما لا نهايه. قال لك وبناء عليه ان التيارات بتساوي صفر وبيساوي بعض، قال لك يبقى الفي اللي على الطرف السالب بيساوي الفي اللي على الطرف الموجب، بس ما بيساويش ايه؟ ما بيساويش صفر. وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. يبقى انا دلوقتي خدت قاعدتين، اول قاعده ان التيار السالب بيساوي التيار الموجب بيساوي صفر، وان الفي السالب بيساوي الفي الموجب. عارف القاعدتين اللي احنا خدناهم دول، انا كده بالنسبه لي خلصت الدرس فعلا، الدرس خلص. تعالى كده اما نشوف مع بعض ونبدا نحل مسائل ونبدا نشوف انا قصدي ايه، وطبعا الكلام ده في المسائل هيبقى اوضح بكتير. تعالى كده نحط مساله. طبعا المسائل انا هحطها لازم تكون بتعرف ترسمها كويس، ويعني ايه تحاول تحفظ الاشكال دي، هتريح عليك كتير. هم مش كتير يعني، هنا طرف موجب، وكان عندي هنا مقاومة اسمها ار واحد، وكان عندي فيه هنا في انبوت، وكان عندي هنا ار ال، تمام؟ وده كان الطرف السالب وده كان الطرف الموجب. بص يا سيدي، اول حاجة انت بتروح تحط تحدد فين الطرف الموجب والطرف السالب، فده الطرف الموجب وده الطرف السالب، وبتروح تقول له كده ان الاي سالب بيساوي الاي موجب، تمام؟ كده في مشاكل؟ لا مفيش مشاكل ان شاء الله. طيب بعد كده بتعمل ايه؟ قال لك بعد كده انت قلت ان الفي موجب بيساوي الفي السالب، إيه ان الاي الموجب اسف بيساوي الاي السالب، صح؟ هتروح تقول له ان الفي السالب بتساوي الفي الموجب، تمام؟ تعالى بس نعدل دي كده عشان يبقى الحل منسق. ان الفي السالب بيساوي مين؟ الفي مين؟ الموجب يا شباب، تمام؟ كده في اي مشاكل؟ الفي السالب بيساوي ايه؟ الفي الموجب. طيب تعالى اما نكمل. طب هو بيساوي كام؟ بص كده على الفي الموجب، الفي الموجب اهو هتلاقيه متوصل بالجراوند، لاحظ كده معايا؟ يعني ايه الفي الموجب بتوصل بالجراوند؟ يعني الفي الموجب بصفر. طالما الفي الموجب بصفر يبقى الفي السالب بصفر، يبقى في المساله دي الفي الموجب هيساوي الفي السالب هيساوي ايه؟ صفر، تمام؟ وانا كده كده عندي ان الاي موجب اي بيساوي اي سالب بيساوي صفر. معنى كده ايه؟ انا عندي هنا اكس، شايف الاكس اللي انا بحطها دي اللي انا بعمل عليها دايره دي، اللي هي اللي عند السالب ده، دي نود. النود دي انا هروح اعمل عندها كيرشوف كارنت لو عند الاكس، هطبق كيرشوف عادي جدا ببساطه خالص. طب ازاي الكلام ده؟ هروح افرض ان كل التيارات خارجه، التيار ده خارج والتيار ده خارج والتيار ده خارج. تعال نطبق التيار اللي هو ده، اللي هو اللي هو اللي هو اللي السهم عنده، اللي سهم الماوس عنده ده، ده اللي هو الاي السالب ده بصفر، خلاص ما تحطوش معاك في الحسابات. يبقى فاضل عندك ان ده خارج وده خارج، هقول ان مجموع التيارات اللي خارجه بيساوي اللي داخله، مفيش حاجه داخله، يعني صفر بيساوي اللي خارج. بقى مين؟ اللي هو الفي اكس، اللي هو الفي عند النقطه اكس، ناقص الفي انبوت اللي هو هنا ده على الار، زائد الفي اكس ناقص، بص الفي اكس اهو ناقص الفي اوتبوت على الار ال. بعمل كيرشوف عادي جدا، تمام؟ مين بقى الفي اكس ده يا شباب؟ الفي اكس ده اللي هو جهد النقطه السالبه، جهد النقطه السالبه احنا اتفقنا ان هو هيساوي معايا كام؟ صفر. معنى كده المعادله هتبقى صفر بيساوي صفر ناقص الفي انبوت على الار، زائد صفر ناقص الفي اوتبوت على الار ال. مطلوب منك دلوقتي بالرياضه القديمه بتاعتك تجيب الفي انبوت في طرف لوحده، هودي ده الناحيه الثانيه، هيبقى في انبوت على الار بيساوي سالب في اوتبوت على الار ال. طيب يبقى الفي انبوت بيساوي كام؟ قال لك هيساوي سالب ار على الار ال سالب الار واحد على الار ال
في مين في الفي او، تمام. هو المفروض يا شباب ان انا اللي هجيبه في طرف لوحده مش الفي ام، مش الفي انبوت، اللي هجيبه في طرف لوحده هو الفي اوت. هقول لك ليه حال. فهتجيب الفي اوت في طرف لوحده عادي جدا، هيساوي سالب الار ال على الار واحد في الفي انبوت. طيب دلوقتي انا في بعض الحاجات عاوزين نتعرف عليها. ايه هي بعض الحاجات اللي احنا عاوزين نتعرف عليها؟ اول حاجه في حاجه اسمها الجين. الجين ده اللي هو معامل التكبير. يعني ايه معامل التكبير؟ مؤثر الاوب امب ده احنا بنستخدمه عشان نكبر الاشاره. طب الجين ده بجيبه ازاي؟ بعدها بتجيب الفي اوتبوت في طرف لوحده، شوف اللي مضروب في الفي انبوت، هتقول لي هو الار ال على ار واحد، يبقى ده الجين بتاعك، ده معامل التكبير بتاعك. تاني مين الجين بتاعي؟ هو الار ال على الار واحد. طب يعني ايه سالب؟ معنى كده ان الاشاره اللي خارجه اللي هي الفي اوتبوت بتساوي سالب، يعني هتبقى معكوسه، يعني ده انفرتر، تمام. يعني ده الاوب امب ده عمل ايه؟ اشتغل على انه انفرتر، اللي هو عكس الاشاره، تمام. هو بقى بيجي يقول لك استنتج لي العلاقه بين في اوت مثلا وفي انبوت، ده اللي هو ممكن يوصل لك بيه، لان ده مش المفروض ما كنتوش بتاخدوه في المحتوى بتاعكم، كان بيبقى في محتوى مين؟ في المحتوى بتاع الليفل الجاي. طيب واحد يقول لي انا ما فهمتش حاجه، يا عم اقول له عادي جدا، تعال ناخد مساله تانيه ونحلها برده من الاول ونمشي معاها واحده واحده. يبقى اول شكل احنا خدناه ده اللي هو مين يا شباب؟ اللي هو الانفرتر، تمام. تعال اما ناخد المساله اللي عليها الدور مثلا. هنا انا عندي مسألة بالشكل ده، عندي هنا ال V output وعندي هنا R واحد وجاي منها هنا R اتنين، تمام، وعندي هنا V واحد وعندي هنا V اتنين وعندي هنا R تلاتة، وده برضو الطرف الموجب وده الطرف السالب. هتروح تعمل ايه؟ هتروح تقول له خلي بالك ان الاي السالب بيساوي الاي الموجب بيساوي صفر، تروح تشوف الفي الموجب بيساوي الفي السالب. هتيجي تقول لي استنى ده الفي الموجب متوصل بالجراوند على طول، هقول لك كلامك مظبوط. يعني ايه الفي الموجب متوصل بالجراوند على طول؟ هتقول لي يعني الكلام ده بيساوي صفر، يعني النقطه ده ايه جهدها بيساوي صفر، فاروح اطبق كيرشوف كارنت لو عند النقطه دي. طب ازاي الكلام ده؟ هتقوم قايل لي كده صفر ناقص في اوت على ار 3 زائد صفر ناقص في واحد على ار واحد زائد صفر، بص صفر ناقص في واحد على ار واحد زائد صفر ناقص في اتنين على ار اتنين، الكلام ده كله بيساوي كام؟ بيساوي صفر. قال لك طبعا افرض ان ار واحد بيساوي ار اتنين بيساوي ار تلاته، ده للتسهيل مش اكتر، تمام. افرض ان هما التلاته بيساووا بعض، فانت عندك ايه اللي هيحصل لو انت فرضت ان التلاته بيساووا بعض؟ خلاص يبقى هيروحوا مع بعض، يبقى انا هيبقى عندي ان ال V output بيساوي V1 زائد V2، تمام، اللي هو ال V output بيساوي V1 زائد V2، اللي هو ده بيبقى حاجه اسمها other، يعني ده كده انا باخده بجمع بيه ايه؟ الاشارات، ده اسمه inverter other، تمام. لان انت المفروض لما تودي دول الناحيه الثانيه هيروحوا هيبقى في اشاره سالبه هتضرب فيهم، فبيبقى في سالب هنا، فعشان كده سماه ايه؟ انفرتر اذر، تمام. ده لو ايه الار واحد بيساوي ار اتنين بيساوي ار تلاته، طالما ما بيساووش بعض هتعمل ايه؟ هو ده الحاله اللي غالبا بتيجي، اللي هم ما بيساووش بعض، ما بيقولكش ان هم بيساووا بعض، عادي خالص. هتودي هتجيب في اوت في طرف لوحده، يبقى في اوت على ار تلاته بيساوي في سالب في واحد على ار واحد سالب في اتنين على ار اتنين، خد السالب عامل مشترك واضرب في الار تلاته، يبقى الفي اوت بيساوي سالب عامل مشترك في واحد زائد في اتنين هنا على ار واحد هنا على ار اتنين، وكل ده مضروب بره في كام؟ في ار تلاته، تمام. طبعا هو كان بيسأل لك عشان تعرف تجيب الجين اللي هو مضروب في مين؟ في الفي اوت. طيب كده احنا مثلا عملنا اللي هو القدر. تعالى مثلا ناخد المسألة الطرح دي المفروض ان احنا يعني احنا كنت مزودها، بس دي المفروض ان انا هبقى اقولها لكم مع الامتحان. بس في مساله انا كنت في مسالتين كمان احنا محتاجين نعرفهم، دول اللي كانوا عليكم ودول اللي اتشرحوا لكم، اللي هم ايه؟ اول حاجه ده موجب وده سالب، تمام. لو عندك مكثف هنا، قال لك ده كده الشكل ده بيشتغل كانتجريتور. طب ليه قال لك ان هو بيشتغل كانتجريتور؟ هنعرف حل. اول حاجه روح حل، خلاص بقى يا عم ال v السالب بيساوي ال v الموجب بيساوي صفر. طب وبعدين هتروح تعمل كيرشوف هنا، هعمل كيرشوف هنا ازاي؟ هقول صفر ناقص v input على ال r زائد صفر ناقص ال v output على ال c. هقول لك لا استنى انت كده بتشتغلني، هو ايه اللي صفر ناقص ال v output على ال c؟ الكلام ده كله غلط. دلوقتي عاوز تجيب مين؟ عاوز تجيب التيار اللي ماشي في المكثف، تمام. طب اجيب التيار اللي ماشي في المكثف ازاي؟ ارجع بقى لمين؟ ارجع لمين؟ لكيرشوف. طب هتجيبه ازاي يا عم؟ هقول لك ببساطه سي دي على دي تي، دي مين بقى؟ صفر ناقص الفي اوت،
ارجع لكيرشوف هتلاقينا حللها معاك، تمام؟ اللي هو انت ازاي بتجيب الكرنت اللي ماشي في المكثف، الكلام ده كله بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. طب انا عاوز اجيب الفي اوت في طرف لوحده، هجيب الفي اوت في طرف لوحده ازاي؟ بسيطه خالص، هتقوم مودي الفي انبوت ده الناحيه التانيه، يبقى في انبوت على ار، وهتودي السي ده كمان معاه الناحيه التانيه، فهيبقى هيبقى هنا في سي عشان انا هودي السي الناحيه التانيه، الكلام ده كله بيساوي دي في نوت على دي تي، وخلاص وكمان وديت السالب ايه الناحيه التانيه. طب انا عاوز اشيل التفاضل ده، عشان تشيله هيتحول لايه؟ لتكامل، يبقى الفي اوتبوت بيساوي تكامل سالب في انبوت على الار في السي، ممكن تخرج الار في السي ده بره، يبقى الفي اوتبوت بيساوي سالب واحد على ار سي تكامل مين؟ الفي انبوت. هاجي اسالك بقى سؤالين، ده انفرتر ولا عادي؟ هتقولي لا ده انفرتر. ليه ده انفرتر؟ علشان ضربت في السالب. طب ليه سميته انتجريتور؟ لانه بيكمل الدخل، اهو الفي اوتبوت هو تكامل الدخل، تمام؟ طيب فين الجين بتاعك؟ الجين بتاعي هو سالب واحد على ار سي، اظن الموضوع بسيط جدا. طيب في بقى حاجه بتشتغل كديفرنشيتور، ايه اللي بيشتغل كديفرنشيتور؟ كل اللي احنا هنعمله عشان ما تنساهاش، انا بعكس المكثف مع مين؟ مع المقاومه، يعني هاجي هنا وهاجي هنا احط هنا السي اهو بالشكل ده، واحط هنا الار، ودي اسرع، تمام؟ طب دي اسرع ازاي يا عم؟ هاجي اقول لك ان الفي موجب بيساوي في السالب، اول حاجه اجيب الطريق اللي ماشي هنا، هتيجي تقول لي سي دي صفر ناقص في انبوت على دي تي بيساوي صفر ناقص في اوتبوت على ار، بسيطه، هات الفي اوتبوت في طرف لوحد، هتقول لي ثانيه واحده، يبقى الفي اوتبوت بتساوي هتساوي ايه بقى؟ الفي اوتبوت هنا هيساوي عندي طبعا، هنا مش يساوي، هنا ده المفروض زائد بيساوي صفر، ده المفروض ان هو زائد بيساوي ايه؟ صفر. وبعد كده بوديهم في طرف لوحده. طب هو ليه ده زائد؟ يعني انت ليه حطيت ده زائد؟ لان مجموع التيارات انا بجمع ده زائد ده، خلاص، فهودي الفي اوتبوت في طرف لوحده، هيبقى الفي اوتبوت على الار بيساوي سالب سي دي في انبوت على دي تي، ودي الار الناحيه الثانيه، يبقى الفي اوتبوت بيساوي سالب ار في سي دي في انبوت على دي تي، خلاص، يبقى الفي اوتبوت انا جبته في طرف لوحده اهو، الجين بتاعي هو الار سي، وده يعتبر انفرتر لان دخلته على السالب، وهنا بيعمل تفاضل للاشاره اللي داخلالي، تمام؟ اتمنى يكون الدرس واضح، هو درس بسيط جدا، ممكن الناس تكون ملاحظه ان انا بجري فيه او شرحته بسرعه، محدش يقلق، هنعيد عليه تاني في المراجعه، هنعيد عليه مع الاسئله بتاعت الامتحانات، ولو حد عنده فيه مشكله يعرفني، هو بس الفكره ان هو يعتبر كله كلام قديم وانتم ما خدتوهوش بتعمق، وكده ان شاء الله الفيديوهات بتاعت الشرح بتاعتنا تكون خلصت، واشوفكم ان شاء الله في المراجعه على خير، السلام عليكم.